في المركز العاشر من هذا الأسبوع جاء فيلم الإثارة توب جان مافريك في أسبوع عرضه العشرين بمجموع أرباح وصلت 715 مليون دولار. Not even him. You think up there you're dead. Believe me. وفي المركز التاسع حل فيلم الرعب تاري فاير 2 في أسبوع عرضه الأول بأرباح وصلت ل 1.2 مليون دولار. بيحكي الفيلم قصة المهرج المرعب أرت اللي بيعود ليستهدف فتاة مراهقة وأخيها الصغير في إحدى ليالي الهالوين. أما في المركز الثامن فجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي بروس في أسبوع عرضه الثاني بمجموع أرباح وصلت ل 8.8 مليون دولار. وفي أسبوع عرضه الخامس حافظ فيلم الإثارة والرعب باري برين على المركز السابع بمجموع أرباح تجاوزت 36 مليون دولار. وفي المركز السادس جاء العرض الخاص من فيلم الفانتازيا أفاتار بمجموع أرباح تجاوزت 23 مليون دولار منذ عودته للعرض في دور السينما. أما في المركز الخامس فحل فيلم الدراما Don't Worry Darling في أسبوع عرضه الثالث بمجموع أرباح وصلت 38 مليون دولار. Do you even know what the Victory Project actually is? Have you ever asked? Do you? What if this place is dangerous? What if... وفي المركز الرابع جاء فيلم الدراما التاريخي The Woman King من بطولة المميزة فيولا دافيس في أسبوع عرضه الرابع بمجموع أرباح تجاوزت 54 مليون دولار. Ready for war? Where you come from? وفي أسبوع عرضه الأول حل فيلم الدراما الكوميدي أمستردام في المركز الثالث لهذا الأسبوع بأرباح وصلت 6.5 مليون دولار. الفيلم من بطولة كريستين بيل ومارجو روبي وجون ديفيد واشنطن. تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن الماضي ويتناول قصة مجموعة من الأصدقاء بيشهدوا جريمة قتل معقدة تجعلهم مشتبه بهم في القضية ليكتشفوا واحدة من أغرب مخططات المؤامرة في التاريخ الأمريكي. These are dangerous times. You be careful. في المركز الثاني جاء فيلم الكوميدي العائلي لايل كروكودايل في أسبوع عرضه الأول بأرباح تجاوزت 11 مليون دولار. الفيلم من بطولة خافير باردين وبيحكي قصة عائلة تتعايش مع تمساح في منزلها بمدينة نيويورك. Hey, you awake yet? You can't talk, but you can sing. Best to hide. أما في المركز الأول فحافظ فيلم الرعب سمايل على صدارة الترتيب للأسبوع الثاني على التوالي بمجموع أرباح وصلت 49.9 مليون دولار. بيحكي الفيلم قصة الدكتورة روز كوتر اللي بتواجه حوادث مرعبة لا تستطيع التعبير عنها بعد أن شهدت حادثة غريبة ومؤلمة لأحد المرضى. كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكية عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع من أبرزها فيلم الدراما الرومانسي Empire of Light من بطولة أوليفيا كولمان وكولين فيرث وفيلم الإثارة والرعب هالوين أنز. I was certain that I saw him.